بهيدي الحلقة رح نحكي كتير تفاصيل، رح تشوفوا كيف الاستحمام رح يأثر على حياتكم. فهل الحبوب مرتبطة مباشرة بالشعر والاستحمام؟ اي نعم، الاستحمام بالليل بيساعد على ارتخاء الأعصاب، وبرجع بقولكم الليل يعني فترة المساء مش الليل 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 الليل. هلو يا حلوين، أنا يارا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة على قناة جمالوكي. كم مرة يا حلوين نسمع من أهلنا من أصحابنا من قريبنا ما تتحمموا بالنهار ما بيسوى، ما تتحمموا بالليل ما بيسوى. فأنتوا برأيكم أي توقيت هو أكتر توقيت مناسب للحمام؟ بهيدا الفيديو رح خبركن كل التفاصيل يلي أنتوا بحاجة لتعرفوها. وفي لكم من هلأ أنه بعد هيدا الفيديو ما عاد رح تتحمموا أبداً بالنهار، بس بالليل. بس قبل ما نبدأ فيديو اليوم، تعليق اليوم هو لسميحة، بدي قلها شكراً كتير على تعليقك الحلو. وبما أنه سميحة عم تسألني عن القشرة، رح قلها في جواب بخص القشرة بهيدي الحلقة. شو خص القشرة بوقت الاستحمام؟ هلأ رح تعرفوا. بس قبل ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس الإشعارات، تعملوا لايك لهيدا الفيديو، كل تعليقاتكم بخانة التعليقات. وهلأ يلا نبلش. إذا أخذنا حمام ودخلنا مباشرة على النوم، يعني هون عم نحكي بوقت فارق ربع ساعة لنص ساعة، فهيدا الشيء رح يأثر بشكل جدا سلبي على فروة رأسنا، لأنه لو دخلنا للنوم وشعرنا بعده مبلل، نحن رح ننام على المخدة والشعر مبلل، وبالتالي كل المياه والرطوبة الموجودة بالشعر رح تسحبها الوسادة، وهيدا الشيء بيعني انه الوسادة تبعنا صارت مركز لتجمع الجراثيم، لانه الجراثيم بتحب الرطوبة، وهيدا الشيء رح ينعكس اكيد على شعرنا وعلى بشرتنا. ومن المشاكل اللي ممكن يسببها لشعرنا الحكة، الالتهاب والقشرة، لانه قشرة الشعر بعض الاحيان ممكن تنتج عن الرطوبة. بس هل هيدا الشيء بيعني انه انا ما لازم استحم بالليل؟ خطأ. إذا أنا بدي أخذ استحمام، فالأفضل إنه لو بدي أخذه بالليل يكون على الأقل قبل بساعتين من موعد النوم. وبهيدي الحلقة رح نحكي كتير تفاصيل، رح تشوفوا كيف الاستحمام رح يأثر على حياتكم. الاستحمام بوقت المساء، يعني عم نحكي تقريبا قبل بساعتين لثلاثة من دخول النوم، بيشكل الوقت المثالي للشعر، وهيدا الشيء رح ينعكس على صحة شعرنا بشكل رائع، يعني رح يكون شعرنا صحي أكتر. رح تسألوا كيف هيدا الشيء؟ هيدا لأنه شعرنا رح يكون معه وقت كافي كرمال ينشف بالهواء، لأنه بتعرفوا أنه شعر لازم تقريباً ننشف الشعر بنسبة 70% بالهواء الطلق، ومن بعدها نسبة 30% بمجفف الهواء. فلما نحن نكون ضاهرين الصبح ومستعجلين وعنا نشاطات بالنهار، طبيعة الحال لما نحن نستحم ما رح يكون معنا الوقت الكافي لحتى نترك شعرنا ينشف بالطريقة الصحية اللي هي 70% بالهواء و 30% بمجفف الشعر. فإذا استخدمنا مجفف الشعر بالليل أو بالنهار بنسبة درجة حرارة عالية كرمال نحن نستفيد من الوقت ونخلص ونشف شعرنا بسرعة، هيدا الشيء رح يضر الشعر جدا. أما إذا اعتمدتم مثل ما قلت لكم الاستحمام قبل بساعتين لثلاث ساعات، فهيدا الشيء رح ينعكس على لمعان شعركم وصحته. إذا أنتم من الأشخاص يلي بتستحموا بالنهار، فصدقوني بعد هيدا الفيديو رح تترددوا بالموضوع كتير، لأنه لو في حال نحن استحمينا بالنهار وطلعنا حتى لو تركنا شعرنا ينشف بطريقة صحية، فشعرنا خلال النهار رح يكون عم يلقط كتير مايكروبات وأوسخ. لما نجي بدنا ننام عشية ونحط رأسنا على الوسادة، كل هيدا الأوساخ رح تنتقل للوسادة من شعرنا، وبالتالي هيدا الشيء رح يأثر على بشرتنا. يعني ما تستغربوا إذا كنتم من الأشخاص اللي بتستحموا بالنهار إنه تلاحظوا إنه عندكم حبوب أكتر. فهل الحبوب مرتبطة مباشرة بالشعر والاستحمام؟ إيه نعم. انتبهوا لهيدا الشيء كتير منيح، وبالمرة الجاية بدكم تدخلوا على النوم اتأكدوا إنه شعرنا لازم يكون نضيف. الاستحمام بالليل بيساعد على ارتخاء الأعصاب، وبرجع بقولكم الليل يعني فترة المساء مش الليل 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 الليل. وهيدا الشيء رح ينعكس بشكل كتير إيجابي على صحتنا. إذا أنتم من الأشخاص يلي بتجهدوا حالكم كتير بالعمل أو عملكم بيتطلب مجهود جسدي، فغالباً إنه عضلاتكم رح تكون كتير تعبانة، فالاستحمام مساءً رح يساعدها بالاسترخاء، رح يخفف عنكم أوجاع الظهر أوجاع المفاصل. وبتعرفوا كتير منيح إذا استرخت أعصابنا وأخذنا نوم هنيء، فهيدا الشيء رح يكون جداً صحي على بشرتنا وعلى شعرنا، لأنه رح نكون عم ناخد الغذاء الكافي من النوم سليم. حتى إذا أنتم من الأشخاص يلي بتلعبوا رياضة، فرح يساعدكم في حال كان عندكم إصابة رياضية
بالتحسن. انتو بتعرفوا يا حلوين قد ايه بقناة جمالوكي منركز جدا على مواضيع النظافة الشخصية، ولكن هل كنتوا بتعرفوا ان النظافة الشخصية إلها علاقة بوقت الاستحمام؟ فإذا أخذتوا الاستحمام بالليل رح يساعدكم بالتخلص من ريحة العرق ورح يخفف من التعرق. كيف هذا الشيء بيتم؟ لو نحن أخذنا الاستحمام بالنهار، فخلال النهار رح ترجع البكتيريا تتراكم تحت الإبط. هذا الشيء بيعني إنه كمان لما نكون عم ننام بالليل رح تكون هذه البكتيريا عم تشتغل على إفراز بعض الروائح الغير مرغوبة. ولكن لو عملتوا الاستحمام بالليل فمش بس رح تكونوا عم تتخلصوا من البكتيريا، ولكن إذا تقريبا بآخر دقيقة من الحمام استخدمتوا المي الباردة أو الميلة للباردة بالاستحمام ومررنا المياه تحت الإبط، فهذا الشيء بيعني إنه المسام رح تشد ورح نتخلص من التعرق الزائد. أثبتت الدراسات أنه لو أخذنا الاستحمام قبل تقريباً بساعتين لثلاث ساعات من وقت النوم، فهذا الشيء رح يساعدنا بإفراز هرمون السعادة. وأيضاً لو كانت المياه مائلة للمياه الفاترة، فهذا الشيء رح يساعدنا بالنوم قبل بعشر دقايق من الوقت المعتاد، لأنه المياه مسؤولة عن خفض حرارة الجسم، وهذا الشيء بيبعث إشارة لدماغنا الذكي إنه هلأ صار وقت النوم. فتخيلوا قديش تأثير هذا الشيء رح يكون على الدراسة، على بشرتنا لأنه رح نكون مرتاحين وعم ناخد البيوتي سليب تبعنا، وعلى شعرنا وعلى صحة جسمنا بشكل عام. كتير من الأوقات يلي برجع فيها من دوام الشغل أو بأيام المدرسة من المدرسة ومن الجامعة بيكون عندي وجع رأس كتير كتير قوي، بحس إنه الصداع عم بكسر لي رأسي. فبوقتها لما كنت عم باخد استحمام من بعد ما أرجع من الشغل من المدرسة من الجامعة لقي إنه هذا الصداع خف، وبعدين اكتشفت إنه الاستحمام فعلا بيأثر على الصداع. فلو كنا عم ناخد الحمام بالليل مثل ما قلت لكم رح يخفف من الصداع، وأيضا ممكن يخفف من أعراض الزكام. يعني في حال بلشتوا تحسوا إنه حرارتكم عم تطلع شوي شوي اركضوا على الاستحمام. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع هالمعلومات اللي كتير حلوين، يلي أنا شخصياً لما كنت عم ببحث عنهم استفدت منهم، والبعض منهم كنت بعرفهم وهلأ صرت على يقين أكتر فيهم. فأنتوا خبروني، هل كنتوا بتعرفوا هالمعلومات من قبل؟ وهل أنتوا من الأشخاص اللي بيستحموا بالنهار أو بالليل؟ وبعد هيدا الفيديو قولولي رح تصيروا تستحموا بالليل أكتر؟ ما تنسوا انكم تتركوا لي كل تعليقاتكم بخانة التعليقات، تعملوا لايك لهيدا الفيديو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لكل ما ننزل فيديو جديد تكونوا انتم اول من عم تحضروه، تحملوا تطبيق جمال وكيف فيه كتير من المعلومات يلي رح تفيدكم، وايضا تابعونا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. انا بشوفكم بالفيديوهات اللي جاي، بحبكم كتير، باي باي.